مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج. احتفلت بعثة جامعة الدول العربية بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية 77 بحضور حشد كبير من البعثات العربية والأجنبية بأديس أبابا، وبدأ الحفل بوقفة مع النشيد الوطني الأثيوبي. وألقى كل من رئيس بعثة جامعة الدول العربية السفير وليد شلتاج، ورئيسة مجلس السفراء العرب وسفيرة المغرب لدى إثيوبيا السفيرة نزهة علوي كلمة بمناسبة الاحتفال. أصحاب السعادة السفراء، معالي الوزراء، السيدات والسادة، الضيوف الكرام، أتوجه إليكم بخالص التحيات وأطيب التمنيات، ويسعدني أن أشارككم احتفالنا اليوم بمناسبة مرور 77 عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية. هذا الصرح الكبير الذي جمع الدول العربية من أجل وحدة حقوقها ومصالحها، بعد أن تبنى ملوك ورؤساء الدول العربية الوثيقة الرئيسية لتأسيسها. ومنذ ذلك التاريخ، أي في مثل هذا اليوم، في 22 مارس عام 1945، انفتحت آفاق التعاون والعمل المشترك بين الدول العربية وشعوبها، وعزز التعاون والشراكة مع الدول والمنظمات المختلفة أملاً في الوصول إلى فضاء آمن ومزدهر ومتكامل. السيدات والسادة، احتفالنا اليوم يعكس أهمية ورمز جامعة الدول العربية والتفاف الدول العربية حولها، كون الجامعة وقيادتها حريصة على تمثيل الدول العربية جميعاً وصيانة مصالحها الحيوية الاستراتيجية وتمكين علاقاتها مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى وفق مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بغية بناء جسور الثقة والصداقة للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. سيداتي والسادة، ونحن نحتفل اليوم، أود أن أثمن عالياً التعاون العربي الأفريقي الذي تطور إلى شراكة عربية أفريقية عبر خطوات ملموسة تستهدف إنشاء فضاء عربي أفريقي متصل يعمل مجتمعاً متألقاً على مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات التعاون والعمل الجماعي. وتعد هذه المناسبة فرصة لتثمين الأخوة وأواصر المودة والارتباط بين الأمتين العربية والأفريقية، ولاستحضار الكفاح الذي ميز التاريخ والمصير المشترك، وللتأكيد على التضامن بين الشعوب في سعيها للقضاء على آلامها وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والتنمية والتضامن. كما في هذه المناسبة نود أن نذكر بأن التضامن مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة وطنه، وهذا واجب مشترك يلتقي حياله الضميرين العربي والأفريقي سعياً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. تعتبر البعثة الدبلوماسية الدائمة لجامعة الدول العربية في جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية من أقدم البعثات، حيث أنشئت في عام 1976 كبعثة للجامعة لدى منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك، ووقعت الأمانة العامة للجامعة العربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية بتاريخ 2 فبراير عام 2009 اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للجامعة بكامل الحصانات والامتيازات الممنوحة لبقية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أثيوبيا. وفي هذا السياق
أود أن أؤكد على اهتمام الجامعة العربية على مواصلة التعاون المشترك مع جمهورية أثيوبيا الاتحادية وبناء جسور الثقة لتطوير العمل الثنائي ومتعدد الأطراف في كافة المجالات. السيدات والسادة، خلال 77 عاما الماضية من وجود جامعة الدول العربية تطور عملها وكثرت مهامها لتشمل اليوم كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتدريبية، وتم تشكيل مجالس الجامعة الوزارية المتخصصة للمجالات المذكورة. كما لعبت الجامعة دورا كبيرا في الأزمات والصعوبات التي تواجه الدول العربية وشعوبها، كدورها الواضح في مكافحة جائحة كوفيد كورونا 19 ومكافحة الإرهاب والحد من تواجد المنظمات الإرهابية وتجفيف منابعها البشرية والمالية في منطقتنا العربية بالتعاون الوثيق مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. السيدات والسادة، لا زال المشوار طويلاً والطموح عظيماً، وما زلنا نعمل بجد لا متناهى لمواصلة ما تم تحقيقه وتجسيداً للرغبة المشتركة في الدفع بمسيرة العمل العربي المشترك نحو التقدم والنهضة. وأخيراً نشكر إليكم ونتقدم بالشكر الجزيل لاحتفالكم معنا اليوم وعلى حضوركم هنا معنا في أديس أبابا التي تعد أحد أهم العواصم الهامة للعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف. إن جامعة الدول العربية تعتبر من أقدم المنظمات الإقليمية التي نشأت في النصف الأول من القرن المنصرم، فقد تأسست هذه الأخيرة في 22 من شهر مارس عام 1945 في ظروف دولية وعربية صعبة. كما تتميز جامعة الدول العربية بكونها تجمع بين دول تمثل أمة عربية واحدة ذات تاريخ وتراث واحد ولغة وحضارة واحدة وأمال وطموحات مشتركة. إن الهدف الأسمى من تأسيس جامعة الدول العربية يظل توثيق الصلات بين الدول الأعضاء لتحقيق التعاون الجماعي وحماية الأمن القومي العربي وحفظ الاستقلال دول الأعضاء واحترام سيادتها، والعمل العربي المشترك هذا قد برز دوره جامعة الدول العربية تجاه العديد من الأحداث العربية والإقليمية، حيث تعاملت وما تزال مع القضايا والتحديات التي واجهت وتواجه الدول العربية على الصعيد الداخلي والخارجي بروتة واستشراف للمستقبل. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، هري بالذكر أنه عبر فترات زمنية متتالية ما فتئ الانضمام إلى جامعة العربية يتسع ليشمل أعضاء جددا، حيث اتسعت عضويتها من 7 دول عربية فقط في أوساط الأربعينيات من القرن المنصرم لتصبح 22 دولة عربية حاليا، وهو دليل على استبعاد منظمات الإقليمية لكل مكونات الجسم العربي. إن الاحتفال بيوم تأسيس جامعة الدول العربية لأول مرة بأديس أبابا يكتسي طبيعة خاصة وفرصة سانحة من أجل التنويه بالمساهمات التي قدمتها هذه المنظمة خدمة للقضايا العربية العادلة ولدفاعها المستميت على ثوابت ومصالح الأمة العربية قاطبة في العاصمة الإثيوبية. إننا اليوم نحتفل بجهاز إقليمي عربي كان له من الإسهامات الكثير في سبيل توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتها والتعاون الوثيق في الشؤون المختلفة ذات الاهتمام المشترك تماشياً مع ما ينص عليه ميثاقها التأسيسي. إن جامعة الدول العربية تشكل بيننا بيتاً عربياً بامتياز يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها وانشغالاتها والدفاع عن قضاياها وفضاء ملائماً للنقاش والحوار الهادئ والخوض في كل القضايا الدقيقة التي تمر منها الأمة العربية،
ولقد أبانت هذه الجامعة التي نفخر بانتماء دولنا لها عن مدى انخراطها الإيجابي وإسهامها الفعال من أجل حلحلة قضايا وأزمات أمتنا العربية في ظروف تاريخية استثنائية. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية الإثيوبية ولممثلي حكومتها الذين شرفونا بالحضور معنا في هذه الاحتفالية، يؤكد مرة أخرى على مدى تطلع مجلسنا الموقر مجلس السفراء العرب بأديس أبابا للمزيد من توطيد العلاقات العربية الإثيوبية وتنويعها في شتى المجالات، والتعاون في إطار من الاحترام والتعاون المتبادل بين الطرفين. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أؤكد على أن جامعة الدول العربية ستظل فاعلا هاما باحثا يبحث في الحلول على الحلول الناجعة للقضايا التي تهم الدول العربية الأعضاء بصفة خاصة، وبانفتاحها وإسهامها إلى جانب منظمات دولية أخرى في حلحلة القضايا التي تواجه عالمنا المعاصر بشكل عام. وكان من بين المدعوين السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، وألقى كلمة قال فيها: العلاقة بين إثيوبيا والعالم العربي وخاصة جامعة الدول العربية علاقة طويلة الأمد، حيث يتقاسمون العلاقة الثقافية والشعبية والدينية. والنقطة المهمة الجديرة بالذكر أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اضطهدوا هاجروا إلى الحبشة، وتم استقبالهم استقبالا حارا وبحسن الضيافة. شهدت الاحتفالية على معرض فني يبرز الصور التاريخية والتي تعود لمختلف الدول العربية، وكذلك تم عرض شريط وثائقي يوضح تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية منذ البداية. وقد أجرينا لقاءات خاصة مع مختلف السفراء في أديس أبابا، وفي لقائنا مع السفير وليد شلتاج رئيس بعثة جامعة الدول العربية أعرب عن اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة في أديس أبابا. الاحتفالية اليوم هي احتفالية كل الدول العربية وليس فقط الجامعة العربية، هي الجامعة العربية ذكرى تأسيسها 77، تأسست في مثل هذا اليوم 22 مارس 1945، وهي تعبر عن طموحات علاقات كل الدول العربية، وتعبر عن مصالحهم الاستراتيجية أيضا. فلهذا جمعت جميع الدول العربية تحت قبة جامعة الدول العربية التي تأسست مثل ما قلت في 1945 لحد الآن ينضوي تحت لواء الجامعة العربية 22 دول في كل الدول العربية، ومن ضمنها من الدول الأفريقية، وعندنا كثير من الدول الأفريقية هي منضمة إليها. الأهمية الكبرى للاحتفال في هذا العيد الكبير في أديس أبابا أنه يحدث لأول مرة، وهذا اعتزازنا بهذه المناسبة. نحن قمنا بهذه الفعالية باسم الجامعة العربية باسم أمينها العام الدكتور أحمد أبو الغيط، ولهذا ألقينا الكلمة باسمه وباسم الجامعة العربية وباسم السفراء العرب جميعا. الحقيقة هذه تعبر عن اعتزاز كبير للدول العربية أيضا في تواجدهم في أثيوبيا، وهذه العلاقة القديمة الممتدة منذ قرون كما أشار السيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السيد دينا مفتي، قال عندما كان النبي محمد وأرسل رسله إلى أثيوبيا استقبلناهم بترحاب وفتحنا لهم أبوابنا. فهذا من ذاك الوقت لحد الآن هناك علاقات وروابط وطيدة، نحن نريد أن نعزز هذه العلاقات ونطورها إلى أفضل ما تكون. العلاقات العربية الأثيوبية علاقات متميزة وكبيرة وواسعة، ونريد أن نطورها في كافة المجالات، ليس فقط السياسية وإنما في الاقتصادية
وفتح المشاريع الكبيرة والمشاركة الفعالة في القضايا العلمية والثقافية والتدريبية. ولهذا هناك مذكرات تفاهم بين كثير من الدول العربية مع إثيوبيا في هذا المجالات الواسعة. وتحدث السفير عن علاقات إثيوبيا الوطيدة مع الدول العربية، وأيضاً عن طموحات الجامعة لتعزيز العلاقات بشكل أكبر. هناك قضايا واسعة وكبيرة وعلاقات وطيدة وشائكة أيضاً بين إثيوبيا مع الدول العربية. هناك مشاريع ومصانع تبنى في داخل إثيوبيا من قبل الدول العربية، وهناك علاقات واسعة تجارية واقتصادية وبنوك بين الدول العربية مع إثيوبيا. ولكن إذا تسأليني هل هو هذا طموحنا؟ هذا ليس طموحنا. نحن نريد أن نعزز هذه العلاقة ونوطدها لتنمو أكثر، بل أضعاف أن تنمو في هذا. ولهذا إثيوبيا أيضا ستشارك في القمة العربية الأفريقية، وإن شاء الله في هذه القمة العربية التي ستعقد لاحقا، لا أقول لك الآن موعدها، ولكنها ستعقد لاحقا إن شاء الله في الأشهر القريبة القادمة، ستعقد قمة عربية أفريقية وسيناقش فيها قضايا التنمية وقضايا تخص القارة الأفريقية مع الدول العربية وكيفية تنميتها وتوسيعها، وخصوصا بناء المشاريع الكبيرة وتعزيزا للعلاقات الوطيدة بين الشعوب. وفي لقائنا مع السفيرة نزهة علوي أعربت عن أهمية الاحتفال بهذه المناسبة في أديس أبابا. الاحتفال يصادف الذكرى 77 لتأسيس جامعة الدول العربية، وهو أول مرة بالنسبة لنا كمجلس سفراء العرب بأديس أبابا نحتفل به بهذا اليوم، بحيث بالنسبة لنا هذا اليوم مهم، ولكن مهم أيضا في أديس أبابا لكي نوصل رسالة قوية لإثيوبيا والسلطات الإثيوبية على أملنا وطموحنا أن نؤسس ونقوي التعاون العربي الإثيوبي في عدة مجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري. وأوضحت السفيرة بأن إثيوبيا والمغرب يتمتعان بشراكة قوية في مجالات عدة. المغرب وإثيوبيا شريكين مهمين، والحمد لله بعد زيارة الميمونة لصاحب الجلالة نصره الله في أواخر 2016 وبعد ذلك في أواخر يناير 2017 كانت دفعة قوية للشراكة المغربية الإثيوبية، وصفحة جديدة فتحناها من خلال عدة اتفاقيات وقعنا عليها، اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات تجارية، والدليل عن ذلك الاستثمار المغربي في دريداوة لتأسيس شركة لإنتاج الأسمدة، بحيث سوف يكون عندها دور يعني كبير جدا في الأمن الغذائي والسيادة الغذائية كما نسميها الآن، التي ما احنا نعرف بأن إثيوبيا 80% من الشعب الإثيوبي يشتغل أو يعمل في المجال الفلاحي، فبالتالي مساهمة المغرب في تعزيز التعاون في المجال الفلاحي ومجال الأسمدة، إنتاج الأسمدة مهم جدا. وأعرب السفير يحيى الإرياني سفير جمهورية اليمن لدى إثيوبيا عن سعادته وفخره بهذا الاحتفال في أديس أبابا. الحقيقة أن الاحتفال بهذا اليوم هو استثناء بالنسبة لنا كأعضاء الدول العربية، وهذا يمثل بالنسبة لنا كعرب يمثل هوية. نتمنى أن يستمر أو أن تستمر هذه الروح العربية في مواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، ونفتخر كمجموعة عربية في هذا البلد الأثيوبي الشقيق، ولا نقول الصديق نقول الشقيق، أننا شكلنا خلية علاقات متميزة بين المجموعة العربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية. فهذا يوم بالنسبة لنا يوم عظيم ونفتخر به، ونبارك لأنفسنا بهذه المناسبة العظيمة التي نتمنى أن تكون رافداً وأن تكون يعني أداة
حية لاستمرار التعاون العربي الأفريقي. وتحدث السفير عن علاقة إثيوبيا واليمن التاريخية الوطيدة في جميع المجالات. اليمن وإثيوبيا تربطنا علاقات تاريخية متميزة، فاليمنيين دائما وأبدا كعبتهم الأساسية في الرحيل والترحال، في رحيلهم وترحالهم إلى بلد النجاشي إثيوبيا. وبالتأكيد كما تعرفوا أن لنا جالية يمنية كبيرة هنا منذ مئات السنين، وأيضا من الجالية الأثيوبية في اليمن، فكلنا طبعا تربطنا علاقات وشيقة، علاقات إخاء، علاقات تعاون، علاقات ثقافة، علاقات مصير. بالتالي احنا كيمنيين وكحكومة يمنية نفتخر بهذا العلاقة المتميزة التي تربطنا بالجانب الأثيوبي في كل المجالات. وأوضح السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية عن رغبة إثيوبيا بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية. بإثيوبيانا بعرب أقروش مع كليالون قنونات وتملكتها. فيما يخص العلاقات الشعبية بين إثيوبيا والعالم العربي فإنها قوية جدا، والعلاقات الثقافية والدينية كذلك. ونحن من خلال حفاظ على وحدة وسيادة وحرية البلاد نريد تعزيز علاقاتنا مع جميع الدول العربية. تم الاحتفال بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية 77 بأديس أبابا، البلد الذي يشهد على تاريخ عريق مع الدول العربية. وهذا الاحتفال يعتبر بمثابة خطوة لتعزيز العلاقات المتجذرة بين إثيوبيا والعالم العربي. هكذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية برنامجنا الذي قمنا فيه بتغطية الاحتفالية لذكرى تأسيس جامعة الدول العربية 77. أتمنى أن ينال على إعجابكم. إلى اللقاء.